ومن الاخبار اللي حصلت امبارح للاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده هيئه السكه الحديد هتوقف حركه القطارات بين محطتي القاهره وابو النمرس من الساعه 1 صباحا لحد الساعه 5 صباحا، وده لمده 4 ايام عشان اعمال توسعه الطريق الدائري بمنطقه المنيب. والنهارده ايضا ستشيع جنازه الكاتب الكبير ياسر رزق بعد صلاه الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء هيكون يوم الاحد بعد صلاه المغرب ايضا بمسجد المشير. ايضا هيتم تنظيم قافله طبيه علاجيه اليوم في قريه دير البرشه بمركز ملاوي في المنيا، وتقديم الخدمات الطبيه وصرف العلاج للاهالي بالمجان في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه. النهارده الساعة 8 بالليل دار الأوبرا المصرية هتنظم حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.